تعالوا معي لنعمل أطيب خبز منزلي بمكونات اقتصادية موجودة بالبيت. أول شي بحتاج لأربع كاسات من الطحين متعدد الاستعمالات، رح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الخميرة الفورية. رح أحرك المكونات الجافة كتير منيح مع بعض، وبعدها بحطهم بالخلاط، وإذا مو متوفر عندكم الخلاط فيكم تعجنوهم على إيدكم. بالنسبة للمي رح أحتاج لكاستين إلا ربع من المي، ولازم تكون دافية. رح أضيفهم تدريجياً للخليط، ممكن تحتاجوا أقل مي حسب نوعية الطحين يلي عندكم. عجنتهم بالعجانة لمدة 5 دقائق، وإذا رح تعجنوها على إيدكم عجنوها لمدة 10 دقائق، بعدها بتركها على جنب لحتى تتخمر ساعة، وهيك بتكون عندكم العجينة جاهزة. بقطعها على قطع متساوية، وبعدها بشكلها على شكل كرات وبحطهم على جنب. وهلأ رح أفرد العجينة مثل ما أنتوا شايفين بالفيديو، وبغطيها وبتركها ترتاح ربع ساعة قبل الخبز. وبالنسبة للخبز فيكم تحطوهم بالفرن أو فيكم تعملوها على القلاي، وأول ما تتحمر الوجه من تحت بقلبها وبستمر بقلبها لحد ما تنفش الخبزة من جوا، وهيك بتكون معي جاهزة. وصدقوني من أطيب الطرق يلي ممكن تجربوها للخبز بالبيت، وصحتين وألف هنا.